عليكم الشعب المغربي، ما تخافوا من التحشة وبعدوا من الإشاعات، الله يرسل عليكم. تحت البارحة راه درتوا فينا الرعب وراه ما كاين والو، فهمتي؟ النظافة تلزموا بها، يعني راه دايرين لكم اللوائح في أي مكان. قراوا عرفوا الحقيقة، ما تبقاوش تكذبوا علينا، ما تبقاوش تسمعوا الميساج وتكذبوا بحال البارح درتوا فينا الرعب، كلشي خويتو سيبيغ ماغشي كلشي، مالكم على هاد الحالة؟ راه ما كاين والو. انت ما فهمتش أنا علاش دايرين هادشي. والله يحمينا بعدا، الله يحمينا والله حامينا، والدولة راه قايمة بالواجب ديالها على كامل. كاين اللي يدير المجاعة ديال بصح، وحنا بلاد ماشي ديال المجاعة، وعمر الماكلة ما كتقطع في هاد البلاد. عافاكم، راه ما كاين لا كورونا ولا حتى حاجة. المهم الأفاف شي واحد براني جا، راه هذاك ما غادي تسلموا عليه، وما تيمشي يدير إجراءات. هذيك الشائعات ديال الدواء غادي يلوحوا مع 11، وما كاين حتى حاجه. البارح الرعب، بنادم بقى منشور في الجرده تيشوف، وانا عرفت هذاك الشيء ماشي. تنحاول نقول لهم راه هذا الشيء عكدو، ومني جاو 11 تنشوفوا في السماء بحال كتلا فينا والطيارات مشاو غبروا، ما تبقاوش تيقوا بحال هكا. خليني ندخل عندك وديروا النظافه، ديروا النظافه. انا هذا الشيء اللي كنقول لكم، ديروا النظافه، وحتى شي واحد ما تسلموا عليه. هذا الشيء وتجمعات ما كاينش. الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم، والله يحفظ مغربنا. هاد الموضوع هذا دوخ العالم، واش لقاو ليه السميه وما لقاوش ليه الدواء؟ هادشي اللي بغيت نعرف، واش لاقين ليه السميه؟ كيقول لك واحد القنت لقاو ليه، لقاو ليه اش؟ لقاو ليه الدواء ما لقاو. حنا قال لك غيطلقوا لنا الدواء مع 11 البارح، وكنتسناو في الطياره جدينا. بالنسبه للناس كورونا، الحوت ما كاينش، الهزال، الخضره ما كاينه، 10 كيلو 20 كيلو 13 كيلو كلشي. الدجاج ما كي ما تيتهزش، الحوت ما كيتهزش، الخضره عليها النفاد، الهريه، الزحام، السربيس، خايفين من كورونا، ولكن ما يصوبنا الا كتب الله ولا انا. موت وحده اللي كاينه، ما هي اللي كاينه. المغرب بلد فلاحي، ترى جوج تميرات وكاس ديال اللبن حنا شبعنا، صلاه النبي. البنادم الله يهديه وصافي. وبنقول لهم واللي كتب الله هي اللي كاينه، موت وحده اللي كاينه، موت وحده، والاسباب متعدده، هي اللي كاين موت وحده اللي كاينه صافي. ما الموت، الموت تنخافوا منا حنا المغاربه، ما كنخافوش من الموت حنايا. موت لا ناري وفي الاجل، الله يعاوننا يعاونك. الوقايه خير من العلاج، ولكن الخوف من الموت لا. نديروا الوقايه، والوقايه هي الماكله. باقي الخضره هنا دابا زادت فيها 2 درهم في الكيلو، ها بالله طق. والحوت ها هو 140 ريال 120 ريال، حتى واحد ما باغيه، هو اللي فيه الفيتامين. يا بنادم الله يهديه وصافي. خير موجود، كلشي موجود، الحمد لله، الحوت، الخضره. بنادم زير الله اللي عطاك الله، راه هي اللي كاينه. ما بنادم يدير، وشكون اللي خلقك؟ خلق الله. شكون اللي رزقك؟ رزقك الله. علاش غايقول لك راه كاين؟ ربي الا بغاك واحد 10 واخا تكون في الصندوق ديالو لقيت يعطيها لك، واخا تكون داخل في كرش امك. ربي الله نطلبوا من عند الله، الله يجعل ربي يرحمنا، ويجعل ربي يسترنا، ويبقى بينا. راه كلشي موجود الحمد لله. بنادم راه خالص، بنادم راه خالص، كيقول نشري منك ونشري منك، نشري حتى تعيا، وخرت انا الموت، وخا تكون مخشي في دارك ديري لك السدود، غتموت غتموت، ندم سنت بحالته، ونديوي وكلشي قاد عشرة ديالو، شي بنادم ياكل ياكل حاجة ممسخة، وياكل حط فيها ممسخ، خص حاجة تكون نقية، وتاكل منقة، وتغسل، وتقاد، وتنظف، ربي غيعاونك، ماشي بحال الناس، تا ممسخ وبغا تقول كي غادي تقول في هاد الحالة ممسخة.